السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا بتلاميذ مستوى الثانيه بكالوريا في تصحيح امتحان الوطني الدوره العاديه 2018. كما نخبركم ان تصحيح امتحانات اخرى موجود في الروابط الموجوده في الوصف. وكما العاده وكما كنقول لكم دائما، الهدف ماشي هو تصحيح هذا الامتحان، وانما كيفيه التعامل مع الاسئله ديال الامتحان وكذلك مراجعه للقواعد ديال الدرس. ان احنا الغرض ديالنا ماشي هو التصحيح وانما هو التفهم. والطريقه باش كنخدموا معكم ان شاء الله هي طريقه فيها الفهم، يعني ملي كنصح لك التمرين كنفهم كنشرح لك وكتعرف من جبت الجواب، ماشي كتبقى تحفظ العلاقات وتحطهم، يعني طريقه ديال الفهم. اذا نتمنى ان شاء الله تستافدوا معنا. نبداو بالتمرين الاول، وما تنساوش تشاركوا في الفيديو على وسع نطاق باش حنا نشجعوا نزيدوا نخدموا معكم. اذا تحياتي ونبداو على بركه الله. اذا التمرين الاول حول الهندسه الفضائيه. السؤال الاول: بين ان ا ب فيكتوريا الاسي كتساوي جوج اي زائد جوج جي زائد ك. اذا باش غنقدروا نحسبوا جداء المتجهين ديال هاد جوج متجهات، يخصنا الاعداديه تاع كل متجهه منهم. اذا السؤال واحد، نبين ان دائما نكتبوا عنوان السؤال باش يكون الجواب ديالنا منظم، وتكون الورقه ديالنا يعني كتفتح الشاهيه المصحح باش يعطيك النقطه. اما اذا كان الورقه ديالك عم تبوزه وما كاتب العناوين لا والو، راه الورقه ديالك غتكون ممله. مزيان. اذا اولا غادي نحددوا الاعداديه نتاع كل متجهه. لدينا ا ب، نبداو ب ا سي هنا، ناقص 3 ناقص 0 هي ناقص 3، ثم ناقص 1 ناقص ناقص 2 تولي ناقص 1 زائد 2 هي 1، ثم 2 ناقص ناقص 2 زائد 2 هي 4 و ا ب. دونك شوفوا معايا مزيان، انا كتبتهم عمدا بهذه الطريقه هذه، كتبتهم واقفين اولا، ثانيا ا ب درتها على اليسار و ا سي درتها على اليمين. لحقاش جداء السلمه ديال ا ب فيكتوريا ا سي ماشي هو ا سي فيكتوريا ا ب، باش ملي نبغي نحسب جداء السلمه يجيني ساهل الخدمه. هادشي علاش كنديرو بهاد الطريقه. اذا ا ب 1 ناقص 0 هي 1، ناقص 2 ناقص ناقص 2 هي ناقص 2 زائد 2 يعني 0، ثم ناقص 4 ناقص ناقص 2 هي ناقص 4 زائد 2 يعني ناقص 2. يعني دابا بكل بساطه ا ب فيكتوريا الاسي تساوي كنحطو بحال هكا في ناقص في شي زائد في ك، وكنعمرو هاد الفراغات هادو. هنا اش كندير ملي كنبغي المعامل ديال اي، كنحيد هاد السطر نتاعي وكنكتب هادو صفر ناقص زوج واحد اربعة بكل بساطة. هنا بنتاوع جي عقلو، كندير هنا زائد هنا ناقص وهنا زائد. الوغ تاوع جي كنحيد تاوع جي، واحد ناقص زوج، شتو شحال تجي ساهله الخدمه بحال هكا؟ ملي كنرتبو بهاد الطريقه كتجيني ساهله، ناقص 3 4، وخدم بهاد الطريقه واحد 4 ولا 5 8 غتعقل عليها، صحيح؟ ثم باش نحسبو تاوع كا كنحيدو هادو، واحد صفر، ناقص 3 1، الآن غنحسبو صافي، هادي كتساوي هذا في هذا، ناقص هذا في هذا، صفر في 4 صفر، ناقص، ناقص زوج تولي زائد جوج في واحد زوج، يعني زوج. ياك هنا عندنا الناقص ما نساوهاش، واحد في 4 4 ناقص، ناقص 2 ناقص 3 6، 4 ناقص 6 هي ناقص 2، مع الناقص تولي زائد 2 زائد، ألوغ هنا واحد في 1 1، هنا صفر تمشي، بقى واحد ك، واحد ك، صافي. إذا جاوبنا على السؤال الأول. إذا الشرط الثاني من السؤال معادلة أبيس، مستوى أبيس. إذا باش نقاو معادلة ديكارتية تاع واحد المستوى، كيخصنا إما نقطة ومتجهة منظمية، وإما نقطة ومتجهتين موجهتين. حنا في هذه الحالة عندنا المتجهة المنظمية اللي هي ا ب فيكتوريا الأسي، كتكون عمودية على المستوى اللي محدد بهاد المتجهتين، هاد الجداء المتجهي كيعطينا واحد المتجهة اللي عمودية على المستوى المكون من هاد المتجهتين. إذا ا ب سي مار من اما اولى بولا سي اللي بغيت، وشكون هي المنظميه عليه؟ ا بي فيكتوريا لاسي، نقدر نسميها ان، نقدر نخليها هكا صافي، نقدر نسميها ان هنا باش تجيني ساهله، كتساوي منظميه عليه، صحيح؟ نقدر نخليها هكا، نقدر نسميها ان باش نسهل على راسي من بعد. ياك اذا شنو المعنى ديال هذه الجمله؟ يعني الا كانت شي نقطه ان عندها اكس ايكغيك زاد كتنتمي لمستوى ا بي سي، ماذا سوف تحقق؟ عندنا مستوى ا بي سي هذا مثلا، ياك عندنا نقطة ا
وعندنا النقطة الآن فيه، وعندنا الآن منظمية قد تكون هنا التعامد، يعني آن سكالر آن يساوي صفر. أرى إذن هذه تكافئ آن سكالر آن يساوي صفر، آن سكالر آن يساوي صفر. تفقين آن هي هذه إما دير آن وإما دير أبي فيكتوري أصل اللي بغيت، إلا ما سميتهاش كدير أبي فيكتوري أصل ياك. وآن شنو عندها؟ وآن عندها إكس ناقص إكس أ هي صفر تبقى إكس، ثم إيكراك ناقص ناقص زوج هي إيكراك زائد جوج، ثم زاد ناقص ناقص زوج إيكراك زاد زائد جوج. و أن هي هذه اللي عندنا عندها زوج زوج واحد، يعني شنو غتولي لنا هذه العلاقة؟ يعني هذه العلاقة الجدا السلمي كتساوي الأفصول في الأفصول زائد الأنسب في الأنسب زائد الأنسب في الأنسب، يعني زوج في إكس زائد جوج في إيكراك زائد واحد في الزد سوا صفر، يعني جوج إكس زائد جوج إيكراك خليها جوج بجوج ترتالي زائد واحد في الزد هي الزد زائد دابا نحسب جوج بجوج زائد واحد بجوج سوف صفر. إذن أ ب سي المعادلة ديالها هي جوج إكس زائد جوج إيكراك زائد زد زائد ستة تساوي صفر، دونك هاديك هي اللي مطلوبة صحيح؟ دونك حنا كنجاوبو بواحد الطريقة فيها الفهم، ما نجاوبكش أنا ما نمشي نعطيك الجواب كما كيديرو في بعض الكتب وبعض يعطيك الجواب يعتبرك بحال روبوت، يعتبرك إنسان تفهم وتبعو معايا الله يرضي عليكم بهاد الطريقة باش من بعد ملي تمشيو للجامعة تقدرو تقراو. راه اللي كيبقى يتبع ديك الطريقة ديال الحفظ والسق راه ملي يمشي للجامعة يلقى مشكل، دونك هذا هو هذه هي الطريقة اللي كان علاش كيبان لكم أنني كنشرح كما كيقولوا بعض التلامذ، يعني كتعقد لنا الأمور، ما كنعقدلكش الأمور أولدي، أنا كنبين لك منين جات كل حاجة، يعني كنعتبرك بنادم كتفهم، ما نعتبركش بحال الروبو كنقول لك حط هكا ولصق، متفقين؟ إذا السؤال زوج أعطونا معادلة الفلكة، المطلوب هو التحقق من مركز هو شعاع الفلكة، إذا زوج نتحقق. ألور عندنا حنا عندنا الفلكة اس المعادلة ديالها إكس أوكاري بلس إيكغال أوكاري بلس زاد او كاري موان 2 اكس بلس 2 باردون موان 2 زاد بلس 23 ايكال زاد. دونك انا باش نقدر نتحقق من المركز والشعاع ديال هاد المعادله حسب ما قرينا في الدرس او الخاصيه اللي قرينا في الدرس نكتبها هكا اكس ناقص الفا اس 2 زائد ايكغ ناقص بيتا اس 2 زائد زاد ناقص غاما اس 2 تساوي ار اس 2. كتبتها بهذا الشكل يعني المركز هو الفا بيتا غاما والشعاع هو ار. واللي بغى يعرف حتى من جات هذه العلاقه راني داير البرهان ديالها في الدرس اللي كاين في موقع ديال لكم المستويات، الرابط غندير لكم في الوصف ان شاء الله الا ما درتوش فكروني. اذا الهدف ديالي هو هذه المعادله نحولها بهذا الشكل، دونك اس اكس مع ناقص زوج اكس اكس اس 2 باش ننضمو في طبقه عامه خصني نزيد واحد اس 2 ياك، حقاش هذه اكس اس 2 ناقص زوج في واحد في اكس زائد واحد اس 2 هذه طبقه عامه زائد عاود إيكراك ما عندي والو غتبقى هي إيكراك أس 2 زاد عندي زاد أس 2 ناقص زوج زاد هي غادي حتى هي نزيد لها واحد لأن عندنا ناقص زوج وكان عندنا ناقص 4 زاد نزيد لها زوج إلى غير ذلك، المهم خصك واحد المتطابقة هنا ثم زائد 23 ياك. هاد واحد أس 2 وهاد واحد أس 2 مكاينينش وأنا زدتهم، هادشي كله كاين إلا هاد واحد أس 2 وهاد أس 2، يعني أنا زدتهم خصني نقصهم، يعني ناقص واحد أس 2 هي واحد ناقص واحد أس 2 هي واحد يعني ناقص زوج تساوي تبقي معايا. دونك اس تبقى اكس هذه اكس ناقص واحد كل اس 2 هذه ايكراك ناقص صفر، يعني ايكراك ما عنديش جوج ايكراك ولا ثلاثة ايكراك ولا ما عنديش، يعني ايكراك ناقص صفر هي ايكراك اس 2 صافي. وهنا زاد ناقص واحد كل اس 2 سمحوا لي هذا الخطا، انا ناقص ماشي زائد، فيريفي في الورقه ديال الامتحان كاين ناقص ماشي زائد الور ناقص سمحوا لي غلط غير من نقلتها خطا اصلا، ولكن دابا غنتاكد لان من جيت نحسب لقيت راسي راني غلط، يعني كتكتشف الخطا ديالك الا كنت فاهم. ناقص 23 ناقص 2 هي ناقص 25 تولي مور دو تساوي تولي زائد
25 من هذا ناقص 23 ناقص جوج تولي ناقص 25 نجي من هنا تولي زائد 25 يعني اس اكس ناقص 1 اس 2 يغراد ناقص 0 اس 2 زاد ناقص 1 اس 2 تساوي 5 اس 2. اذا مركز الفلكه هو اسمه اوميغا 1 0 1 وشعاعها يساوي 5 صافي. اذا جاوبنا على السؤال مركزها 1 0 1 شعاع ا يساوي 5. اذا السؤال 3 الف الهدف من هذا السؤال تمثيل بارامتر الدلتا. باش نعرفوا تمثيل بارامتر الدلتا بكل بساطه كيخصنا نقطه منه ومتجهه موجهه له، نقطه من هذا الدلتا ومتجهه موجهه له. الى لقينا النقطه المتجهه موجهه له غادي نقدروا نعرفوا تمثيل البارامتر اللي ديرو. غنشرح لكم علاش، ماشي غنعطيك ديريكت تمثيل البارامتر كما كيديروا الاغلبيه كيجيو كيحط ديريكت وخسر منين جات صاحبي باش تفهم باش ما تنساهاش. كي تكون عارف منين جات ما كتنساهاش، كيكون عندك واحد لانديس. اما ملي كتحفظها راه كتقدر تنساها، تغلط في شي ناقص ولا في شي زائد يبقى غير دبز. فهموا الله يرضى عليكم الطريقه اللي كنشرح لكم بها. دونك تحقق ان تمثيل البارامتر دلتا المار من اوميغا والعمودي على ا بي سي. نعرفوا دلتا، دلتا مار من اوميغا عطاها لنا و عمودي على ا بي سي. دونك مادام دلتا عمودي على ا بي سي و ا بي سي موجه بديك ا بي فيكتوريال اصلي فراه هادي، اذا دلتا موجه بهادي. انت دلتا عمودي على واحد المستوى ياك، دلتا عمودي عليه. الوغ مادام دلتا عمودي على هذا المستوى راه موجه بالمنظميه تاع هذا المستوى بكل بساطه صحيح. يعني دلتا موجه ب ا بي فيكتوريال اس. يعني اذا كانت واحد النقطه ان اكس ايكغيك زاد كتنتمي لدلتا فماذا ستحقق؟ اذا كانت واحد النقطه ان تنتمي لدلتا غتكون ا ام و اي مستقيميتين، ا ام و اي مستقيميتين. اذا كانت نقطه ان تنتمي للمستقيم دلتا راه اوميغا ام، لان دلتا هي من اوميغا، اوميغا ام وهذا المتجه موجه له مستقيميتين، يعني اوميغا ام كيساوي تي في ديك المتجه الموجه له اللي هي ا بي فيكتوريال اس، موجه ب ا بي فيكتوريال اس. ف ا بي كنا نوصلنا لها ب ان، ندير غير ان حسن، و تي تنتمي لها. سمحوا لي على الكتابه صغيره، انا كاين اللي كيعلقوا على الكتابه يقول لك ما باهيناش، ما سمعش كنقول، انا كنهضر. يعني شنو هي الاحداثيه نتاع اوميغا ام؟ هي اكس ناقص اكس اوميغا هو واحد، ايكغيك ناقص ايكغيك اوميغا هو صفر، زاد ناقص زاد اوميغا هي واحد، تساوي. تي في الاوفصول ديال هادي هو زوج، يعني زوج تي، تي في الاورتو يعني زوج تي اخرى، احنا عندنا زوج، زوج تي. ثم واحد تي يعني تي تنتمي الى ار. اذا تمثيل البارامتر ديال دلتا بكل بساطه اكس تساوي جوج تي ناقص واحد ولي زائد واحد، ايكغيك يساوي جوج تي، زاد يساوي تي زائد واحد تنتمي الى ار صحيح. دونك لقينا تمثيل البارامتر كما قالنا. سؤال ب، حدد احداثية اش تقاطع دلتا مع ا بي سي. اذا ب تقاطع دلتا مع ا بي سي. اذا حنايا نوضعو لتكون مثلا سموها اش، نديرو اش نعطيوها اكس ايكغيك زد، هي تقاطع دلتا ا بي سي. يعني ماذا ستحقق اذا كانت اش هي تقاطع؟ يعني كتنتمي لدلتا وكتنتمي لأ بي سي، يعني تحقق النظمة اللي فيها تمثيل البارامتر ديال دلتا والمعادلة ديال أ بي سي. تمثيل البارامتر ديال دلتا هو هذا إكس تساوي جوج تي زائد واحد، إيكغيك تساوي جوج تي، زاد تساوي تي زائد واحد تنتمي إلى أ، والمعادلة الديكارتية ديال المستوى اللي هو جوج إكس زائد جوج إيكغيك زائد زد زائد 6 تساوي صفر. وغادي نحاولوا نعوضوا اكس ويكغيك والزاد في المعادله، غتولي لنا جوج، يعني جوج
إكس هي زوج تي زائد واحد زائد زوج إيغريك هي زوج تي زائد زاد اللي هي تي زائد واحد زائد ستة صفر صفر يعني زوج زوج تي أربعة تي زائد زوج زوج تي أربعة تي زائد تي زائد جوج في واحد زوج زائد واحد زائد ستة تساوي صفر يعني أربعة تي زائد أربعة تي زائد تي تسعة تي زائد زوج واحد ثلاثة وستة تسعة تساوي صفر يعني تسعة تي تساوي ناقص تسعة يعني تي تساوي ناقص تسعة على تسعة اللي هي ناقص واحد إذن أو يعني دابا نعوضو تي في إكس ويكراك وزاد إذن إكس تساوي زوج تي زائد واحد زوج ناقص واحد زائد واحد هي شحال ناقص جوج زائد واحد هي ناقص واحد ويكراك زوج تي يعني زوج في ناقص واحد هي ناقص زوج وزاد كيساوي تي زائد واحد يعني ناقص واحد زائد واحد تساوي صفر إذن أش عندها ناقص واحد ناقص جوج صفر إذن هذه هي أش صافي جاوبنا على السؤال إذن السؤال الأخير نحسبوا المسافة بين أوميغا و أبيسي والمستوى أبيسي إذن كتساوي القيمة المطلقة كنعوضو الإحداثية ديال أوميغا في المعادلة ديال المستوى جوج إكس أوميغا زائد جوج إيكغيك أوميغا زائد زد أوميغا زائد ستة قيمة مطلقة على جذر مربع زوج أس اثنان زائد زوج أس اثنان زائد واحد أس اثنان تساوي جوج إكس أوميغا هي واحد زائد جوج إيكغيك أوميغا هي صفر زائد زد أوميغا هو واحد زائد ستة على جذر مربع أربعة زائد أربعة ثمانية زائد واحد تسعة إذن تساوي القيمة المطلقة ديال جوج في واحد زوج زائد واحد ثلاثة زائد ستة تسعة المطلقة ديال تسعة على جذر تسعة هي ثلاثة إذن كتساوي تسعة على ثلاثة هي ثلاثة إذن حسبنا المسافة لقيناها ثلاثة ثم بين أن أ بي سي يقطع أس وفق دائرة شعاعها أربعة إذن ماذا لقينا شنو لقينا حنا لقينا بأن مسافة مركز الفلكة عن المستوى أ بي سي أصغر من الشعاع إن الشعاع خمسة وحنا لقينا المسافة هي ثلاثة إذن مستوى أ بي سي يقطع الفلكة اس وفق دائره مركزها دونك شكون هي مركزها هو نقطه تقاطع المار من اوميغا والعمودي على ا بي سي والمستوى ا بي سي اذا شكون هي النقطه اي هي اش اش هي تقاطع دلتا لان دلتا مار من اوميغا وعمودي على ا بي سي دلتا مار من اوميغا وعمودي على ا بي سي يعني هي اش هو شعاعها النتيجة لقينا عاش شعاعها ال اش كيساوي كيساوي جذر مربع ال اس اثنان ناقص دي نتاع اوميغا على ا بي سي اس اثنان من جات هادي لان ملي كتكون عندنا واحد الفلكة كيكون عندنا واحد المستوى كيقطع الفلكة اذا هاد المستوى كيقطع الفلكة في هاد الدائرة الشعاع ديال هاد الدائرة نديرو هنا مثلا اوميغا الشعاع ديال هاد الدائرة هو هذا هذا اش كيساوي هذا هو ال نتاع الفلكه وهذا هو العلم هذا هو الدي نتاع اوميغا على المستوى ياك هذا الدي ديال اوميغا على المستوى الى طبقنا في طابور غتكون زاويه قائمه ال اس 2 كيساوي دي اس 2 زائد ال صغيرة اس 2 يعني ال صغيرة اس 2 كتساوي هذيك ناقص هذيك ال كبيره ناقص دي ياك كل اس 2 اذا ال هو الجذر مربع لان كتكون اس 2 تقلع الجذر من تحذف اس 2 خاصك دير الجذر يعني ار كيساوي جذر مربع ار هي 5 اس 2 ناقص دي هي 3 اس 2 اذا 5 اس 2 هي 25 ناقص 9 اذا كتساوي جذر مربع 16 اللي هي 4 اذا جاوبنا على اخر سؤال من التمرين نتلاقاو ان شاء الله في التمرين الثاني تحياتي والله يعاونكم.